مع الشكر الجزيل لسيادتك يا فندم، وهنتابع مع حضرتك كده ايه ساعه بساعه، وهم 29 لجنه فرعيه تبع اللجنه الاشراف المعالي. تمام يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا. معالي بشار صادق بيه بلال رئيس اللجنه العامه في اسم اللبان الاسكندريه، اخبار سيادتك ايه والوقف عند معاليك ايه؟ 10 و 11 و 579. الصوت يا فندم، المايك. رقم اللجنه الفرعيه الاخير يا فندم، الحمد لله الامور ممتازه، ورقم 579 579. كل الرؤساء اللجان الفرعيه مكانهم، وبدانا الساعه 9. عن سيادتك تكدس في احدى اللجان عند معاليك تبعك يا فندم في قسم اللبان، فلو طيب يا فندم لو محتاج دعم ممكن مع السيد تامر بيه الخطيب رئيس لجنه المتابعه يدعم مع سيادتك. شكرا كثير، شكرا صادق بيه، احنا متابعين مع سيادتك. معالي تامر بيه سياده المستشار تامر بيه سعيد رئيس اللجنه العامه في اسم الجيزه، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. عندك كام لجنه فرعيه يا فندم تبع سيادتك؟ عندي يا فندم 33 لجنه فرعيه، وكلهم الحمد لله فتحوا في الميعاد ومفيش اي مشاكل خالص، والامور ماشيه تمام ومستقره الحمد لله. مع الشكر. في تكدسات يا فندم عند سيادتك او حاجه؟ عندي لجنتين، مدرسه السعوديه الثانويه ومجمع المصالح الحكوميه، فيهم كثافات زياده بس نظرا للانفلاجي. طب مع الشكر. طب يا فندم لو في اي احتياج لدعم ممكن ننسق مع شريف بالعقبي برضو وندعم ان شاء الله. مع سيادتك يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا. تمام يا فندم، شكرا يا فندم. معالي المستشار رجب بيه بكري رئيس اللجنه العامه مركز الاقصر. رجب بيه صباح الخير يا فندم، ازاي معاليك فندم؟ في عدد اللجان الفرعيه اللي تبع سيادتك؟ 22. اخبار ده الفتح بالنسبه لهم يا فندم؟ المواعيد كلها اتفتح كافة اللجان فتحت عند سيادتك، كافة اللجان فتحت عند معاليك؟ طب تمام فندم. في اي كثافات؟ يعني الى حد ما احسن. طيب يا فندم احنا متابعين مع سيادتك ساعه بساعه. شكرا معالي رجب بيه، شكرا فندم، شكرا فندم. حازم شكرا فندم، شكرا رجب بيه. حازم بيه ابو زديره رئيس اللجنه العامه في قسم الخارجه الوادي الجديد. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عندنا في المفتاح حضرتك عدد اللجان الفرعيه 67 لجنه. تمام يا فندم. نظام العمليه الانتخابيه حضرتك تماما، وموجود تواجد الساده الاطباء المشرفين من بدر الحديد، وعندنا لجنه سيدات تسويه. طيب في اي ملاحظ لحضرتك بالنسبه للكثافات؟ فيها محتاج دعم او حاجه؟ لا حاليا لا حضرتك، اللجنه بس احنا عندنا احدى المقرات السيدات لجان السيدات فيها كثافه عاليه شويه، بس السيد الزميل يعني تمام الحمد لله هناك. شكرا، شكرا لسيادتك ومتابعين مع حضرتك كده ان شاء الله لغايه الانتهاء. مع الشكر الجزيل. شكرا فندم. سياده المستشار محمد بيه عبد القوي رئيس اللجنه العامه في اسم مطروح. صباح الخير احمد بيه. صباح الخير فندم. لجنه واحد مطروح علينا 83 لجنه، وتم انتظام العمل بجميع اللجان ووصول الزملاء بالسلامه، والاعضاء الامناء اللجان الفرعيه تم الوصول وتم التاكد من العمليه الانتخابيه وتم التامين، وجاري ان شاء الله المرور على معظم اللجان الفرعيه. تمام يا فندم، شكرا. وكان في لجنه اخر لجنه فتحت عن سيادتك في مرسى مطروح على ما اعتقد 9:30. مظبوط يا فندم، ده كان بسبب التاخير بس نظرا لبعد المسافه والاحداثيات بس لخبطت معه وهو واصل. تمام يا فندم، تمام يا فندم، يعني انما كل الامور تمام ومفيش اي مشكله ان شاء الله. تمام، وفي بعض الكثافات في بعض اللجان نجري المرور عليها. مع السلامه. مع الشكر يا فندم، شكرا كثير. حسين بعمارة اسم تاني العريش رئيس اللجنة العامة قسم تاني العريش. حسين بعمارة المايك يا فندم، المايك، الصوت، الصوت يا فندم، الصوت مقفول. اتفضل يا حسين بيه، صباح الخير. تمام يا فندم، بدء التصنيف في كافة اللجان الفرعية التابعة للجنة بعددها 8 لجان فرعية، ولا توجد أي معوقات أمام السادة رؤساء اللجان أو السادة المواطنون يا فندم، وسوف يتم المطلوب نظر الساعة.
مع الشكر الجزيل لسيادتك فندم. شكرا حسين بيه. شكرا فندم. سيادة المشار خالد بيعيد رئيس اللجنة العامة اسم أول شرم الشيخ. فندم عبد الوزير صباح الخير يا فندم. يسير بصوره مرضيه ومنتظمه. عدد 13 لجنه فرعيه تم وصول جميع الساده القضاة والموظفين. بدء العمل الساعه 9 صباحا. الكثافات والاعداد كثيفه، في اقبال كثيف على الحضور وخصوصا لجان الوافدين، ولكن الساده الزملاء بيقوموا بعمل جيد والعمل ان شاء الله بيسير على قدم وساق وفي انتظار تعليمات سيادتك. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا. بالنسبه للساده رؤساء اللجان العامه، بس تنبيه عام على كافه الاعضاء او الزملاء ان احنا في تصاريح متعلقه بالمنظمات المجتمع المدني ووسائل التغطيه الاعلاميه، فالسماح لكل من له تصريح صادر من الهيئه الوطنيه للانتخابات بمباشره المتابعه او التغطيه الاعلاميه. استسمح حضراتكم بس التنبيه على الساده رؤساء اللجان الفرعيه بان كافه التصاريح الصادره من الهيئه الوطنيه للانتخابات بمتابعه العمليه الانتخابيه او التغطيه الاعلاميه يسمح لمن يحمل هذا التصريح يدخل ويتابع العمليه عن كثب. بشكر حضراتكم. بالنسبه لمعالي ياسر بيه حسين رئيس لجنه متابعه شمال القاهره. الصوت يا فندم. المايك يا معالي ياسر بيه. المايك ياسر بيه. اتفضل ياسر بيه. تمام. تم فتح اللجان ساعتك ومواعيدها ساعتك وتم انتظام العمليه الانتخابيه. كان عندنا في مدرسه في صقر قريش يا فندم فيها تاخير في مدينه نصر على ما اعتقد. لا اشتغل 9 وثلث ساعتك. 9 وثلث تمام يا فندم. تم 9 وثلث ساعتك. تمام ساعتك وجميع اللجان تم انتظامها. كان في بعض الشكاوي من الازدحام وتم الاستعانه ببعض الشكاوي لازاله استاذ مع سيادتك. انت عدد اللجان العامه التابعه للجنه سيادتك كام لجنه عامه؟ عدد 27 لجنه عامه، 12 للقاهره القاهره الجديده و15 شمال القاهره. عدد الفرع اللجان الفرعيه 625. تمام يا فندم. ان كل 625 فتحوا. تمام. 625 يا فندم. اخر تمام. اخر لجنه اخر لجنه فتحت 9 وثلث. 9 وثلث مع الشكر الجزيل. انما الكثافات فيه يا فندم لجنة 52 و53 و54 اسم المطرية في مدرسة رسالة كثافات عالية وفي تكدسات كمان على ما اعتقد حتى السيطرة بتاعت الامن. ما يعني يا ريت سيادتك تتابع معاهم. تم المتابعة ساعتك معاهم ونزل على القوة زميل من الاحتياط ساعتك لتدعيم المدارس دي ساعتك لإزالة. مع الشكر يا فندم. هو ويا ريت كمان معليك التنسيق مع مديريه الامن، لان هو احنا تواصلنا كمان مع السيد الزميل، هو المشكله في الخارج وليس في الداخل، فلو امكن برضو سيادتك. طيب مع الشكر الجزيل. هو كان بس الاعداد كانت كبيره ساعتك من بره اللجان تم تنظيمها. طب مع الشكر الجزيل يا فندم. شكرا 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 يا فندم. معالي المستشار تامر بيه الخطيب رئيس لجنه المتابعه في محافظه اسكندريه. اتفضل يا تامر بيه. المايك مقفول الصوت يا فندم. اتفضل يا تامر بيه. لا الصوت برضو مقفول يا فندم. اتفضل. سيادتك عندنا 533 لجنه فرعيه حضروا جميعا ما عدا لجنتين، اللجنه 2 من البصل واللجنه 6 العمريه اول، ووصلوا سيادتك الساعه 10 الا ربع وتم فتح جميع اللجان. في بعض الاكتشافات في لجان معينه زي لجنه اللبان، وجاري تنسيق سيادتك مع السيد مدير الامن ومع السيد الزميل رئيس اللجنه العامه، ولو محتاج اي حاجه هنبعت سيادتك قضايا داعمه الموقف هناك. شكرا يا باشا. انت عدد اللجان العامه اللي تابعه لمعاليك؟ 18 لجنه عامه سيادتك. وانتظام العمل بيهم تماما؟ كلهم منتظمين سيادتك. مع الشكر يا فندم. شكرا جزيلا لسيادتك. معالي المستشار شريف بالعقبي رئيس لجنه متابعه محافظه الجيزه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. عدد اللجان الفرعيه عندي 754 لجنه فرعيه، تم انتظامهم فيما عدا لجنه 44 العياط. فتحت ولا لسه يا فندم؟ فتحت دلوقتي؟ يعني اخر لجنه على مستوى الجمهوريه. كان سبب التاخير بتاعه جي بي اس انحرف بمخالف يعني. اخر لجنه فتحت على مستوى الجمهوريه الساعه 10:40.
في تكدس في بعض اللجان الفرعيه خصوصا اللجنه 27 اسم ثاني اكتوبر. تمام يا فندم. تقريبا سنقول حوالي. تمام يا فندم. تمام. تكدس فريق. تمام. انما كده انتظام العمل في كل اللجان الفرعيه التابعه للجيزه. تمام. عدد اللجان العامه عن سيادتك 26 لجنه. كان كل الانتظام العمل في 26 لجنه و754. طب شكرا يا فندم. شكرا شكرا جزيلا يا فندم. احنا كده يبقى تمام فتح لجان ال 11631 لجنه فرعيه على مستوى الجمهوريه بعدد 376 لجنه عامه. اخر لجنه تم فتحها في محافظه الجيزه لجنه 44 باسم العياط، نظرا لاختلاف الموقع الجغرافي للجنه مع السيد القاضي، انما تمام الفتح وتمام وصول. الملاحظ وجود كثافات عاليه في لجان الوافدين ولجان المحافظات، وجاري متابعه العمل لفض التكدسات عشان سرعه التقاطر والتيسير على المواطنين، ومتابعه العمل ساعه بساعه ان شاء الله، ونحيط حضراتكم بكل تفاصيل العمليه الانتخابيه. ولكن من الواضح ان بدايه العمليه الانتخابيه فيها اقبال جماهيري ملحوظ في كافه اللجان وبالاخص في اللجان الوافدين على مستوى المحافظات اتباعا ال 27 محافظه. كل اختارات اللجنه كل اللجان المتابعه ان احنا عندنا كثافات عاليه، وان شاء الله هندعم اذا كان يحتاج الامر تدعيم والتنسيق مع كافه جهات الدوله للتيسير على كافه المواطنين، ونحيط حضراتكم علما بكل التفاصيل اول باول وان شاء الله تباعا. بشكر حضراتكم للمتابعه، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم يا فندم، واحنا مع حضراتكم كده ساعه بساعه، وفي اي اختار مع حضراتكم والمرور طبعا يعني. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا شكرا فندم. شكرا فندم. شكرا فندم. مع السلامه. شكرا.